مستمرين مع نجماتنا اللي حصدوا الابطال اللي حصدوا السنه دي ثلاث بطولات ما شاء الله عليهم حاجه ولا اروع ولا احسن من كده، ومستنيين منهم زي ما كابتن دينا عمرو قالت في سبع بطولات السنه الجديده، يا رب ربنا يكرمهم باذن الله هم هيعملوا عليهم. لكن الفقره دي بالذات الثالثه هسيب كابتن ايهاب يشتغل مكاني شويه، بمعنى كابتن ايهاب الالفي المدير الفني هو اللي هيعرف نجمات الفريق في المباراه. اتفضل كابتن ايهاب عرفنا بنجمات الفريق. ابتدي رنا قاعده على يميني، رنا هي العقل المدبر وفعلا هي يعني عقل الفرقه وما شاء الله عليها. رنا علاء بوينت جارد الفريق. بوينت جارد الفريق كابتن رنا الف مبروك. ألف حضرتك يعني منورانا ومشرفانا، وسيب كابتن ايهاب يكمل معاك التعريف لان كابتن ايهاب شكله كده هيعرف وهياخد النص ساعه كلها معاك. اتفضلوا. اتفضل يا كابتن ايهاب. جنى مصطفى سنتر الفريق وبصراحه يعني من البنات الرجاله اللي وقت الجد لما تحتاجهم تلاقيهم بغض النظر عن وقت الطايم قد ايه، عشان اكون صريح يعني. قال لك كلمه يعني قال لك راجل يعني فاهم. الف مبروك كابتن جنى. الله يبارك فيك. مليون مبروك وسبع بطولات لسه هنتكلم عليهم. كابتن دينا اللي قالت دي كابتن الفرقه بتاعتك صح؟ ان شاء الله. اتفضل يا كابتن ايهاب تعرفنا الكابتن الثالث اللي معانا. منار ايهاب الوافد الجديد للفرقه لينا او احد الصفقتين الموجودين، ودلوقتي ما شاء الله يعني هم بيسموها كونكورد الفريق. كونكورد الفريق في الفريق. طب ايه كونكورد الفريق بقى كابتن منار؟ هبدا معاك السؤال حلو. كونكورد الفريق دي حاجه قويه جدا. ما شاء الله الف مبروك. الله يبارك في حضرتك. السنه دي بطولات ما شاء الله ومنتظرين هنتكلم على الحلم، لكن خلينا نتكلم السنه دي ايه كونكورد الفريق كابتن ايهاب بقى هو يقولها. طيب اتفضل. لا هم كتبوا لها يعني بعد الجمهور انها سريعه قوي يعني ما شاء الله يعني يسمونها يعني سرعتها ما شاء الله في الفاست بريك والبنتريشن يعني او الاختراقات على الباسكت يعني. مش انا مش كلامي يعني ده كلام الجمهور مش كلامي. ده كلام الجمهور. خلاص خلينا نتكلم على كلام الجمهور. بتشالي على السوشيال ميديا والجمهور بدي كلام كتير جدا 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 تقولي للجماهير العظيمه بعد المكسب اللي انتوا عملتوه السنه دي. احب اشكر الجمهور الاهلي طبعا، وكان نفسنا في الاربع بطولات بس احنا حققنا ثلاثه، بس ان شاء الله بوعدهم ان السنه الجايه نحقق كل البطولات باذن الله ان شاء الله. رنا العقل المدبر للفريق، واخر مباراه كنت مصابه صح؟ بتقولي ايه لعيبتك لاصحابك للبنات حواليك وانت قاعدين في معسكر بتقول لهم ايه؟ توصل لهم ايه الروح الوضع تقول لهم؟ هو الصراحه يعني احنا كنا معسكر اللي هو لعبنا في اسكندريه او هنا يعني انا كنت حاسه كمان في الفرقه لا احنا متغيرين كله مركز يعني غير الماتشات اللي قبل كده، لا في تركيز مختلف. حتى انا يعني هم يقولوا لي ها توقعاتك في الماتش، لا انا مش قلقانه يعني هو بالفرقه دي اللي لعبت ما لعبتش مين مصاب مين مش مصاب، هو لا هم مركزين وان شاء الله يعني هنكسب الماتشين بتوعنا. بس جنى لا لا عايزك تتكلم عايزك تتكلم معايا شويه. جنى بصي انا سالت كابتن ايهاب سؤال وهو كان المفروض يرد عليه بس انا هساله لك انت. المنافسه اهلي سبورتنج وجهه نظري ان السنه سنه عن سنه المنافسه بتزيد جدا جدا جدا. رايك ايه في اللي بيقول اصل دول فرقتين بيكسبوا فرقه لكن انا شايف المنافسه قويه جدا، رايك ايه؟ لا طبعا الفرق كلها كويسه يعني في هليوبلس وفي سموحه وفي الشمس في وجزيره يعني احنا تقريبا خمس فرق كلهم كويسين ودايما الماتشات كلها بتبقى قريبه جدا وممكن اي حد يخطف اي حد يعني. ماتشات سموحه وسبورتنج كويسه قوي واحنا مع سموحه وهليوبلس وجزيره وكل الحاجات دي فهو لا هو مش فرقتين بس، بس يمكن احنا عشان عندنا عدد كبير ف بنقدر نعمل روتيشن اكبر وكده فبنبقى احنا الفرقتين اللي في الاخر بنوصل للفاينل. في ماتشات اتعرضتوا فيها لظلم التحكيم؟ سؤال صعب شويه صح؟ ايهاب الالفي يرد زي ما انت عايزه. لا مفيش. لا بصراحه في وقت من الاوقات انا بحس كلاعب ان الحكم بيجي عليا وممكن اكون وقت من الاوقات انا اللي مقصر جوه ارض الملعب. يعني هو ممكن في صفاره في ماتش بس مش بيخسرنا ماتش يعني هو مش بيبقى سبب في الخساره يعني ماتش الكاس احنا ما كناش موفقين وسبورتنج كان موفق بطريقه مش طبيعيه. لكن الحكم مش هيخسرنا ماتش، هو ممكن صفاره تطلع غلط. بيغلط. اه. ماتش سبورتنج لما خسرته الكاس ايه الوضع؟ ايه؟ عملتي ايه؟ يعني انت جواكي كده؟ لا انا كنت زعلانه جدا عشان انا كان نفسي اجي الاهلي اخد دور اربع بطولات واحنا فعلا فرقه كويسه بس هو التوفيق بتاع ربنا. وبعديها احنا كان نفسنا في الدوري والحمد لله كسبنا ماتشات خدنا الدوري. هايل. الماتش بتبقى صعب والضغط صعب والاصابات اصعب وحاجات كتيره. ازاي بتقدروا تجمعوا وتطلعوا من كل ده عشان تكسبوا بطولات؟
هو احنا طبعا في المعسكر بيبقى لازم يبقى في معسكر قبليها، بنبقى بنحاول نتكلم مع بعض بقى الماتشات اللي فاتت، بنفكر بعض، فكر بعض لما كسبنا السنه اللي فاتت عملنا ايه، كنا فرحانين ازاي كده يعني، ونقعد بقى نشجع بعض يعني، ما بيبقاش في اي كلام سلبي ساعتها في وقت الماتش، بس كله يعني تشجيع وحماس، كله تشجيع وحماس. السوشيال ميديا اخبارها ايه يا كابتن جنة؟ شفتي جاي انا جاي، بصي السؤال ده مخصص ليكي، قدامي اسئله كتيره، قالوا لي جنة السوشيال ميديا دي معاكي اقوى حاجه. يعني تقريبا هي بنقدر نشوف بقى الفيدباك بعد الماتش مع الناس، وهما رايهم ايه فينا، وشايفين ان احنا نطور ازاي. وفي وقت طبعا بيبقى نيجاتيف فمش بنقدر نبص عليها يعني، بعد الكاس طبعا ما كناش قادرين يعني، حتى كابتن ايهاب قال لنا الجمهور بي بي بيقول بعاطفته عشان هو بيحب النادي، لكن هو عشان هو بيحبنا يعني فبيبقى عايزنا نكسب وكده، لكن تكسبوا كل حاجه. بتروح ازاي الامور معاكي في النيجاتيف يعني؟ ازاي اكيد الجمهور بيسبورت النادي، لكن هم شايفين نجمات عايزين يكسبوا طبعا، يعني اكيد ده مش نيجاتيف، ده اكيد بوزيتيف. بتوصل لكم ازاي؟ طبعا بقى بتوصل لنا، بنقدر نشوف الكومنتس وكده ورد فعلهم يعني بعد ما احنا كسبنا او خسرنا يعني، وبنبص كده. طب انا هقول لك حاجه، بعد البطوله العربيه، خسرت البطوله العربيه وحسيت ان كل السوشيال ميديا كانت معانا، بتبقى معاك بالظبط. ايوه، عشان احنا كنا اول مره ندخلها، فهو الناس ما كانتش متوقعه يعني ان احنا هنوصل لده، مع اننا احنا كنا شايفين ان احنا ان شاء الله كان ممكن نوصل في اكتر من ده يعني، كان ان شاء الله كنا داخلين تارجت ان احنا نكسبها. بس هي كانت ناس شايفه ان احنا عاملين انجاز، كاننا اول مره ندخل حاجه يعني بعيدا عن الكاس او الدوري او كده. منار، في الطبيعي ان في الايام اللي هي حصل فيها ضغط مباريات وقصه، الولاد يقعدوا يلعبوا بلاي ستيشن، البنات يقعدوا يعملوا ايه عشان يخففوا الضغط ده مع بعضكم جوه الاوضه؟ دي حاجه داخليه تماما، بتعملوا ايه؟ لا، هو احنا ماتشين الدوري يعني، في بعد الماتش الاولاني بتاع الدوري اللي احنا خسرناه، لما جينا اسكندريه حسيت ان فعلا كل واحده مركزه من غير ما كابتن ايهاب يكلم اي حد. كنت احنا لما ببص في عيونهم عارفه ان احنا هنكسب، كنا قاعدين نتكلم كلنا مع بعض، يا جماعه مش هنضيع الدوري زي الكاس، ما ينفعش. وفعلا خلينا نخرج من الخساره في الاوقات اللي انتوا بتكسبوا فيها، اكيد انا كلاعب كنت بقعد مع اصحابي نلعب كوتشينه جوه الاوضه. بتقعدوا تعملوا ايه؟ نلعب كوتشينه. بتلعبوا كوتشينه، مين بيكسب مين بيخسر، ايه النظام؟ قولي لي يعني مين بقى القائد بتاع المجموعه؟ جنة. جنة حرام عليكي، ما تخش في الكوارث وهالة. وهالة، لا ما انا عارف ان هالة جايه لي اخر حاجه، انا عارف انا هجيبها اصلا. بتجيلي كابتن ايهاب الروح الجميله اللي بيقولوا عليها، نورة ونور كمان، نورة كمان. تمام، اكيد دي كواليس وبتسيبهم على راحتهم، تديهم مواعيد بقى وقصه والنوم الساعه 12 وكده ولا ايه؟ في الفاينل والماتشين البلاي اوف هما يردوا يعني، لا شيكت على كابتن مشير تشيك على الاوض ولا يناموا بدري، انا واثق ان هما يناموا بدري واثق ان هما يسيبوا موبايل، واثق هما بيتعبوني بس في لما يكونوا كسبانين وماشيين بشكل كويس بصراحه، فبضطر ان كابتن مشير لازم يعني ممكن نسحب الموبايلات، ممكن لازم ينوم بدري تتاكد، ويبقى في خصم بقى لو مش هتستجيب يبقى في خصم، فده الفتره اللي يعني بتعصب عليهم او حريص قوي ان هم لازم يلتزموا يعني، لكن هم وقت الجد زي انا بقول لهم فعلا هم رجاله، وقت الجد بيلتزموا جدا 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 جدا، وفعلا يعني عندهم امكانيات النادي الاهلي يعني، زي ما هي جنة بتقول كده للجمهور، الجمهور حيانا بعد البطوله العربيه، لكن بعد الكاس وضع طبيعي، شتمونا عادي، قلت لهم زي ده، هو بيتكلم بقلبه بعاطفته. يستحملوا الضغط اللي لو هم ما استحملوش ما ينفعوش يلعبوا في النادي الاهلي، لو احنا كجهاز ما تعودناش نلعب تحت هذا الضغط من الجمهور والنتائج كمان يعني. احنا بنوصل فاينل بتخسر فاينل، الناس بتتضايق والناس ممكن تخرج عن شعورها، بتخرج عن شعورها عشان هم بيحبوا النادي. الجمهور دايما انا بقوله بعاطفته يا كابتن خالد، بيكلم او ينقد بعاطفته. انت البنات موتة نفسها وعاملين جريت جوب، لكن في النهايه ما توفقتش في الكاس. لا هم يعني مش عايز اقول شتموا يعني، جرحوا وانتقدوا باسلوب قاسي. قلت لهم انا ما تزعلوش، زي ما انتوا كنتوا فرحانين ان هم خسرتوا بطوله عربيه بيحيوكوا وكسبتوا البطولات وقالوا دول انتوا فتيات الذهب وانتوا الابطال وانتوا النجمات وانتوا، احنا لازم نتعود على كده. نفس الكلام احنا كجهاز لازم نتعود او نتعلم ازاي نلعب تحت ضغط البطوله وتحت ضغط الجمهور. ده سمات النادي الاهلي، اللي ما يعرفش يلعب كده او يبقى مدرب تحت الضغوط دي ما ينفعش يبقى موجود في النادي الاهلي. هاي
خلينا واحنا معانا نجمات كره السله بنبارك لنجمات تنس طاوله سيدات ما شاء الله عليهم، كسبوا نادي الزمالك النهارده 3-0، خلصوا الدوري قبل ما يلعبوا بكره جزيره الورد. بنقول لسيدات التنس طاوله الف مبروك بالتتويج ببطوله الدوري. بكده رجال وسيدات ما شاء الله عليهم في التنس طاوله قفلوا بطولات السيزون، النادي الاهلي دايما رقم واحد دايما في الامام. الف مبروك لسيدات التنس طاوله للنادي الاهلي. الاحتراف في البطولات العربيه بيكون بنات اقوياء جدا، رايك ايه في احتراف البنت المصريه خارج مصر؟ وانا عارف ان في 3-4 بنات بره مصر، رايك ايه؟ طبعا حاجه مهمه، يعني احنا في كذا حد بره زي رنيم وسلعاوي وساسو والناس دي كده وميرال، فطبعا دول لما يرجعوا هي برضو اما يتضموا الفريق، الفريق ده هيبقى اقوى زي ما جت هاله ولا ما جت ريم موسى، فهم عندهم اكسبيرينس اكتر واكسبيرينس مختلفه في اللعب، فدي بتنقل لنا احنا اكسبيرينس لما بييجوا يلعبوا معانا، فطبعا ده حاجه مهمه يعني ان احنا نشوف دماغهم بره بيفكروا ازاي. يعني دي حاجه مهمه بالنسبه للبنت المصريه. منار المستوى الافريقي هو المستوى الاقوى زي ما نور قالت لي، شايفه ازاي المنافسه على المستوى الافريقي؟ وكابتن هبه عنده الطموح هي وكابتن دينا ان في 7 بطولات السنه الجديده، شايفه ازاي في المنافسه الافريقيه مع النادي الاهلي بنات؟ يعني هي مش حاجه صعبه، هو افريقيا كويسين طبعا جدا اقوياء عندهم كل حاجه، بس احنا الباسكت بتاعنا احسن بكتير من افريقيا، فاحنا لو عملنا فتره اعداد كويسه نقدر نوصل ان احنا ناخد افريقيا. شايفه ان انتوا تقدروا توصلوا ان شاء الله؟ احنا الباسكت بتاعنا احسن بكتير. احسن بكتير. عربيه ولا افريقيه؟ افريقيه اصعب. افريقيه. طيب شايفه ازاي الدخول المحترفات في البطولات العربيه؟ في البطولات العربيه طبعا المحترفات كانوا يعني لا على مستوى جامد، ويعني اللي هو ده كمان بيدينا خبره، يعني انا لما امسك مثلا واحده لعبت مثلا في الام بي اي سنه او حاجه لما تبدل عليها مثلا في الماتش، فاحنا بناخد خبره ان احنا ماسكين حد يعني في مستوى تاني في ليفل تاني. بس فطبعا لا هي كانت يعني بتبقى اكسبيرينس كويسه لينا، وطبعا كمان بنشوف بقى يعني هم بيلعبوا ازاي هناك، بيفكروا ازاي كده يعني. حد في البنات بيفكر وانتوا قاعدين كده في الاوضه المغلقه بيفكر انه يحترف بره مصر؟ لا صعبه شويه في البنات، عشان تقريبا البنت تبقى كوميتد قوي لاهلها هنا، ولو هتشتغل يعني ده بنسبه 50-50 ان هي تشتغل برضه هتشتغل هنا، غير ان تبقى حياتها هنا، يعني البنت بتبقى دايما عايشه جنب اهلها اكتر من هي بتعيش بره لوحدها، فبتبقى دماغها دايما كوميتد للحاجه اللي هتعرف تعملها. يعني شايفه نادين اعتقد سلعوية مسافره عملت ده، بس ده كدراسه يعني بارت تايم، هي ماشي بس هي بارت تايم، يعني هي هتقعد الوقت اللي هي بتستفاد فيه في الدراسه وكده، بس وانس ان هي هتخلص اكيد هتيجي هنا تاني، يعني مش هتكمل حياتها كده. خلاص نشوف بقى كابتن ايهاب الالفي رايك كيف احتراف البنات بره مصر وبينهم ريم موسى محترفه بره مصر. دي حاجه كويسه جدا طبعا، لما يكون عندنا بنات بيحترفوا بره كده هتبقى عاده يعني فايده كبيره لمنتخبنا، وبتدي امل وطموح لكل البنات الصغيرين يبقى عندهم طموح اكون زي ريم موسى مثلا بتحترف بره، لعبت في الدوري البرتغالي، لعبت في الدوري التشيكي، دي حاجه جديده على البنات، دي حاجه جميله جدا جدا يعني جداً. خليني صراحه عشان بس انه فرصه ان هم موجودين يعني ان رانا عايزهم يتكلموا عن نفسهم اكتر من كده والجمهور يعرفهم اكتر من كده بصراحه، لكن مش عندهم مذيع رانا علاء، انا لو قعدت احييها واقول فيها من هنا لحد الحلقه بصراحه مش هقول فيها، اللعيبه الوحيده اللي بقى لي 3 سنين ما فيش معاها مشكله بقى هي المضيعه جدا نقف. جدا لا نقف بس دي ما فيهاش مشكله، دي مشكلتها معاك ايه؟ دي زي ما قلت راجل جدا جدا هي لازم يعني كان عندنا مشكله شويه في الدماغ لازم نفرمطها نكبر شويه بصراحه انا بتكلم ليهم لا خلاص على الهوا بتكلم ليهم، هي في الاول السيزون كانت شويه ما كانتش في فورمتها، كان عندنا معسكر منتخب مصر كانت هي انا مدرب المنتخب هي كانت بره المعسكر او بره ال 20 بنت في منتخب مصر، النهارده هي بتلتزم وبتأدي وبتركز وفعلا وقت الجد فعلا راجل وشالت السنه اللي فاتت لما نور اتصابت، السنه دي لما هاله اتصابت هي شالت وفعلا يعني في تغيير واتغيرت، السنه دي هي موجوده في معسكر يعني موجوده في المعسكر بتاع المنتخب صراحه اهوت على الهوا يعني، لكن في تغيير وفي الاحسن فعلا هم بنات ملتزمه جدا، منار تحس ان هي بقى لها سنين جوه النادي الاهلي وعارفه يعني ايه شخصيه النادي الاهلي. انا كنت لسه هسالها السؤال ده، يعني وجودك داخل النادي الاهلي من السيزون دي بقى لك سيزون واحد
دخلتي ازاي وتأقلمتي ازاي بسرعه بالشكل ده، وحاسس ان انت فعلا زي ما كابتن ايهاب بقالك سنين جوه النادي ده؟ انا في الاول ما كنتش عارفه العب معاهم قوي، جايه جديده على فرقه، بس هم كلهم كده كانوا اصحابي من المنتخب، هاله ودينا كل دول لعبت معاهم في المنتخب. وانا فعلا على الهوا بقى عايزه اشكر كابتن ايهاب عشان هو اكتر حد وقف جنبي لغايه ما اعرف اخش في السيستم والعب معاهم. عرف اسكندراني عرف لعبت اتفضلي. بس من اول بطوله المرتبط انا الحمد لله يعني خطوه بخطوه بقيت كويسه لغايه ما اخر السيزون الحمد لله حسيت انها فعلا في فرقتي. وزي زيهم فعلا، انا اصلا بحب النادي الاهلي قبل ما العب فيه. اهلاويه هايل. وكان فعلا لما بقى بنكسب بعرف قد ايه يعني فعلا كمان فرقتي كلهم انا بحب اشكرهم كلهم وقفوا جنبي. وما حسيتش انها غريبه يعني، مفيش حاجه حصلت تحسسني انها بره النادي، لا زيهم ومحدش عمل حاجه ضايقتني. عملتوا الوقفوا عرفوا. ايوه بتتكلم كتير بقى. صح اسكندرانيه صح. خدت بالك ولعبتوا ولعبتوا وحاجات جامده. دخلتوها ازاي في وسطكم بصراحه؟ هي جت هي وسرايا. طبعا هم اضافه كبيره قوي للفرقه يعني احنا محتاجينهم، يعني هو اي حد جديد علينا بيبقى اضافه علينا، يعني هي او سرايا او ماريا هم كان ليهم دور كبير قوي معانا السنه دي. فكان لازم احنا كمان ناخدهم علينا يعني نخليهم ياخدوا علينا اكتر، واللي هو لا العبي انت ليه خايفه، طب باسي معانا، طب عايزاني اعمل لك ايه، طب انت شايفه ايه، ونبتدي بره الملعب نقرب اكتر ونهزر عشان يعني هو ده اللي هيكسبنا ان احنا نبقى كلنا يعني نفضل فاميلي كده مع بعض كده، نقرب حتى الجداد ندخلهم معانا على طول. عجباني الروح بصراحه. يعني روحكم بصراحه مع بعض هو ده مكسبكم. رنا هسألك سؤال، مش عايز اقول لك سؤال صعب شويه، لكن تقييمك ايه الشخصي لفريق النادي الاهلي في كره السله سيدات السنه دي الناحيه الفنيه بالذات ومكسبكم البطولات وخسارتكم البطولات؟ هو طبعا احنا المفروض ان احنا في زياده عن السنه فاتت يعني. حتى السنه فاتت في ناس بتقل فاحنا بنزيد، فيعتبر ان احنا زي يعني زي السنه فاتت او اكتر كمان او احسن كناحيه فنيه. كناحيه فنيه. بالنسبه بقى البطولات، هو يعني احنا المفروض طبعا كان التارجت بتاعنا الاربعه، وكمان البطوله العربيه كانت معانا. موضوع بقى الكاس اللي احنا وقعنا فيه، فيعني هو ده طبعا عدد توفيق من ربنا. في الاول احنا طبعا جينا في وقت ما كناش عايزين، كانش فيه توفيق خالص. فدي البطوله وقعت مننا واحنا يعني زعلنا عليها جامد البطوله دي. بس لكن الباقي الحمد لله، طبعا خدنا الباقي الحمد لله. لما خسرتي كاس مصر ايه من وجهه نظرك اسباب الخساره؟ خلاص احنا قاعدين خلصنا السيزون. انا عايز اسمع كابتن ايهاب، مش عشان خاطر حاجه خلي بالك، انا بتكلم بصراحه، ايه السبب الرئيسي في خساره كاس مصر؟ هو احنا حسينا تقريبا ان احنا خلاص احنا كسبنا الماتش. كسبتوا الماتش دي حقيقه. طبيعه اللاعب المصري لما يكسب الماتش شكرا خسرته، سبب الخساره ده ولا عندك سبب تاني؟ ده فعلا سبب الخساره، ما كانش في حد حاسس فيها ان احنا عايزين نلعب ماتش فاينل كاس، احنا كنا عايزين خدنا الكاس زي المرتبط بالظبط. ما شاء الله نجمات الفريق كلهم هو نفس الاحساس يا كابتن ايهاب زي ما انت قلت بالظبط. والله انا عاجبني جدا 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 وفعلا فخور بقى على الهواء ان فعلا فكرهم اتغير والمنتاليتي اتغيرت. النهارده ما كنا مش عايز اكبر، انا مواليد 98 احنا مواليد 98 زينب مواليد 98 رنا عبد الظاهر 98. البنات صغيره دي تاني سنه في الدرجه الاولى، ويكون هو كل شوف كل كلامهم على الخساره يعني على الماتش خسارة ازاي نخسره يعني. الفكر اتغير من كان احنا بناخد رابع او ثالث او بنخسر فكان عادي، دلوقتي هم زعلانين والخساره الماهم ووجعاهم. ده بالنسبه لي نجاح، وده يعني اللي كنا بنبنيه من ثلاث سنين، ان النادي الاهلي ما ينفعش تروح بطوله، ان راحت بطوله مستحيل تروح الثانيه، ما ينفعش، ولازم نادي كمان بشكل كويس، وكل سنه برفع لهم التارجت عن السنه اللي قبليها. احنا ممكن ناخد الاربع بطولات بس عايزين الاربع بطولات بدون هزيمه. احنا سبورتنج كسبونا ان شاء الله، وانا معاهم انا مبسوط جدا ان دينا تقول عندنا سبع بطولات، فعلا عندنا سبع ان شاء الله. ان شاء الله انا عندي ثقه كبيره جدا في نشاط راديو مجلس الاداره ان يوفق لنا على البطوله العربيه والبطوله الافريقيه، وعندنا الالعاب العربيه ان شاء الله في دبي بتعمل كل سنتين بياخدوا بطل مصر فيها، احنا السنه دي ان شاء الله اللي هنروحها في دبي بتعملها كل سنتين. فادي ثلاث بطولات دوليه بالاربع بطولات المحليه، ان شاء الله ده حلم بالنسبه لي وبالنسبه لهم ان شاء الله ان احنا نعمله، عشان مش عشان ده النادي الاهلي يعني، هو ده الطبيعي للنادي الاهلي ان شاء الله يكونوا السبع بطولات باذن الله. النادي الاهلي طموحك ايه في السنه الجديده؟ وتقول الجماهير ايه بعد سيزون وتقولهم ايه في اللي جاي؟ بوعدهم ان احنا ان شاء الله ما نخسر، طموحي انا ان احنا ما نخسرش ولا ماتش مش ولا بطوله يعني. حيل. نلعب سيزون غير خساره ان شاء الله في السيزون الجديد ان شاء الله. تقولي للجماهير عن ختام السيزون وتقولي لهم ايه في السيزون الجديد؟ يعني بحب اشكرهم طبعا وان هم وقفوا جنبنا كتير، واوعدهم ان شاء الله احنا هناخد كل البطولات الجايه يا رب باذن الله. كابتن رانا
ريلي كده السنه الجديده شكلها ازاي؟ الطموح المستقبل في كره السله سيدات. لا يعني ان شاء الله خلاص احنا حطينا رجلنا ان احنا نكسب، فان شاء الله لا السنه الجايه يعني او خلاص بعد كده احنا لسه صغيرين فلسه قدامنا سنين كتير، ان احنا ان شاء الله بعد كده خلاص مش هنفرط في اي بطوله باذن الله. يا رب. عايز تختمي الحلقه ولا انا اللي اختمها؟ زي ما انت عايزه، ايه رايك؟ براحتك. زي ما انت تقولي. هناخد بقى طموحي وتخرجينا فاصل، ايه رايك؟ مش عايز اقطع عليك. ما انا اقطع عليا. يلا توكلنا على الله. شغل بقى واكل. خلينا في الطموح. طموحي ان شاء الله السنه الجايه ان احنا السبع بطولات من غير ما نخسر ولا ماتش ان شاء الله، ونعوض اللي احنا البطوله اللي خسرناها، ونوعد الجماهير ان شاء الله باداء يعني احسن من السيزون ده بكتير، وان شاء الله بكل حاجه نقدر عليها يعني. تمام. اخد فاصل؟ اخرجي الفاصل، انت لا تخرجي بسلام. بشكر كل الناس اللي ما جاتش من بقيه الفرقه كمان. كويس. سوريا ورانا عبد الظاهر وايناس ونادين وبتول يعني وتقى يعني كل الفرقه مساعد. مدارها عمالها تساعد عشان ما ننساش حد. وساره مغربي لان كلنا بجد كل واحد، وماريا طبعا كل واحده ليها كان دور كبير قوي في الفرقه، فاحنا حتى لو هما ما قدروش يجي فبحب اشكرهم. بحب اشكرهم. يلا فاصل ونرجع تاني مع بطلات كرة السلة.